أقول أن هذا الحوار لحد الآن هو حوار من طرف واحد، وبالتالي الطرف الآخر وهو الأهم باعتبار اليوم يمثل القاعدة الشعبية، يمثل المتظاهرين، يمثل المعتصمين، يمثل يعني الفاعل الذي دفع اليوم هذه القوى إلى الذهاب إلى الحوار. وأقول أن هذا الحوار لحد هذه اللحظة يفقد قيمته الأساسية، باعتبار أن كل حوار يحتاج إلى آليتين، إلى ركيزتين أساسيتين، يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى ضمانات. اليوم نفس الإطار، كل القريبين من الإطار يتهمون السيد الكاظمي ويتهمون التيار الصدري بأنه يطيل في العملية لأجل إبقاء السيد الكاظمي على رأس الحكومة، وفي نفس الوقت هم أنفسهم يأتون إلى دعوة السيد الكاظمي. بالتالي يعني لا أفهم يعني هذه الازدواجية في اللغة، هذا أولا. ثانيا أقول، هل يستطيع اليوم السيد الكاظمي باعتباره هو من يدعو إلى الحوار أن يعطي ضمانات حقيقية أو أن يؤثر على الكتل السياسية في حال ابتدأ الحوار وكانت هنالك مخرجات حقيقية يعني تقترب من مطالبات المتظاهرين، وبالتالي تعمل على تغيير شكل وخارطة شكل والخارطة السياسية في العراق؟ وأعتقد الجواب هو لا. بالتالي يعني فقدان وجود ضامن حقيقي يعني تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى عدم وجود مقدمات. يعني أضرب لك مثلا، السيد الصدر في أكثر من مرة قدم مبادرات، في المرة الأولى مع السيدة عن طريق السيدة بلاسكارت حينما قال أو حينما طالب بأن تكون الجلسة هي جلسة أمام الجماهير، يعني جلسة علنية وليست جلسة سرية، ولم تكن هنالك استجابة حقيقية فاعلة مع ما طرحه السيد الصدر. مرة ثانية عاد وقدم مبادرة ثانية، قال نذهب إلى الحوار ولكن نوقع أولا أو نتفق أولا على إجراء إزاحة جيلية كاملة لجميع الشخصيات التي شاركت في العملية السياسية من 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي نبدأ كأنما بعملية عقد سياسي جديد. أيضا لم تكن هنالك إجابات يعني متفاعلة مع مبادرة السيد الصدر والتي حددها بفترة 72 ساعة، واعتزل السيد الصدر اليوم العمل السياسي. أقول أن هذه الحوارات حتى وإن كانت في ظاهرها تعمل على ضغط أو على إيجاد ضغط حقيقي على التيار الصدري للحضور إلى هذه الحوارات، والتي يقرأها التيار الصدري بأنها حوارات لا فائدة منها، لن تنتج شيء، الهدف منها هو سرقة الوقت ومحاولة جذب التيار إلى هذه المنطقة، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد أمام هذه الإشكالية هو المطالبات الجمهورية الشعبية التي تطالب بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. ما عدا هذا الموضوع، ما عدا هذا الموضوع، أعتقد أن عودة الجماهير إلى الشارع قد تكون أيضا هي الضاغط الذي يستخدمه التيار الصدري مرة أخرى للضغط على الكتل السياسية لتنفيذ المطالب الجماهيرية، خصوصا أن هنالك اليوم حراكا آخرا يضاف إلى حراك التيار الصدري، وهو حراك التشرينيين كما لاحظناه يوم الجمعة الماضية، ولاحظنا أن المطالبات تقترب بشكل كبير ما بين التشرينيين والصدريين في عملية تصحيح. طيب دكتور المسار في عملية أرحبك من جديد وأشكرك على دعوة الحوار من قناة دجلة. لكن كما ذكرنا اليوم المخرج بهذا الحوار أو مخرجات هذا الحوار هو انتخابات مبكرة، وهو المطلب الرئيسي كان للسيد الصدر للخروج من هذه الأزمة. ما الذي يريده اليوم السيد الصدر لقبول دعوة الحوار؟ اليوم الحوار منقوص بكل تأكيد، التيار الصدري غير موجود فيه. يعني أقول السيد الصدر قدم مبادرات لو تم التفاعل معها، يعني اليوم لو أن الكتل السياسية تتفق مع السيد الصدر في عملية التوقيع على إجراء إزاحة كلية ومن ضمنها التيار الصدري لجميع الشخصيات التي شاركت من 2003 إلى اليوم، وتقديم بالنتيجة اليوم تقديم شخصيات جيدة قابلة اليوم على حل حالة الإشكاليات وتكون مقبولة من المواطنين
تستطيع أن تعمل على تفكيك أزمة الثقة التي خلقت بسبب الحكومات التوافقية والمحاصصاتية السابقة، قادرة على عملية جذب الأغلبية الصامتة اليوم التي ترفض الحضور إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي البدء بعقد سياسي جديد يعمل على بناء الدولة العراقية الحديثة. أعتقد هذا يعني هذا من الممكن أن يكون مقدمة جيدة يدفع التيار الصدري بالذهاب إلى الانتخاب الذهاب إلى الحوار. أما بالنسبة للإطار فما زال لحد هذه اللحظة يتحدث عن الشرعية ويتحدث عن عقد جلسة البرلمان ويتحدث عن تشكيل حكومة ويتحدث عن يعني مرشحه السيد السوداني، وبالتالي أعتقد هذه جميعها هي رسائل غير إيجابية، وبالتالي تؤشر إلى أن الحوار لن يكون حوارا بناء من الممكن أن يخرج بمخرجات جديدة. البعض يريد أن يدور الإشكاليات وأن يخرج بمخرجات لصالح هذه الكتلة السياسية، وهذا ما يرفضه التيار الصدري، وبالتأكيد ترفضه القواعد الشعبية ويرفضه المتظاهرون. نعم دكتورنا العزيز، طيب هل هناك وسيلة أو سبيل على الأقل لردم فجوة الثقة بين الإطار والتيار؟ وخلينا نستثمر هذه الأوقات خصوصا وإحنا في وقت هدنة حتى الأربعينية كما يصفها البعض. أنا أعتقد اليوم يعني أن دماء الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات السلمية تحتاج اليوم إلى أن تكون هنالك إجابات حقيقية. من الذي أمر بإطلاق النار؟ ومن الذي قتل أبناءنا بدم بارد؟ التظاهرات السلمية أعتقد هذا الموضوع يجب أن يعالج بشكل كبير. إذا ما أراد يعني بهيش حالة دكتورة للتظاهرات الأخيرة عمقت الفجوة. بالتأكيد يعني أستاذ ماجد، لا أعتقد أن أحد يقول أن الدماء العراقية هي دماء سهلة. الخط الأحمر الوحيد في كل يعني في كل ما موجود في يعني سواء كان في العملية السياسية أو في غيرها هو الدم العراقي، ومن يستهين بالدم العراقي أو يتعامل معه بهذه الخفة أو يعتبره كان تجاوزا على المؤسسات ويستهين بالدم العراقي، أعتقد هذا يعني سوف يكون أزمة جديدة ربما تدخل على الألواء أو تدخل على الأزمة الحقيقية. وبالتالي أقول يعني كان الكتل السياسية وأقصد بين قوسين الإطار التنسيقي كان من الممكن أن يتجاوز جميع هذه الإشكاليات. التظاهرات ابتدأت برفض الحكومات التوافقية التي ينتجها الإطار، عدم تفاعل الإطار أو حالة اللامبالاة أو عدم الاهتمام، رفع سقف المطالب ورفع التظاهرات وحولها إلى اعتصامات، أصبحت عملية حل البرلمان والذهاب للانتخابات مبكرة. أيضا عدم التفاعل معها رفع من سقف المطالبات وأصبح عملية إزاحة جيلية لجميع الأشخاص الموجودين اليوم أو الذين شاركوا في العملية السياسية من 2003 إلى اليوم. بالتالي اليوم أيضا الدماء التي سقطت أعتقد أنها سوف يعني تصعد من سقف المطالب، وبالتالي كلما تبقى هذه الكتل السياسية تحاول الاستهزاء أو عدم الاهتمام بالمطالب الشعبية أو عدم إيجاد حلول حقيقية واقعية تكون قريبة من مطالب المتظاهرين، أعتقد أن الأمور قد تكون أصعب من الوضع من البداية. نعم دكتور مناف، يعني في المقابل لدينا الإطار التنسيقي وهو حضر جلسة الحوار الثانية، و إن افترضنا أن لديه نية للتغيير وفك الانسداد، إن وافق على موضوع الانتخابات المبكرة فهو بالتأكيد لن يوافق على موضوع قانون الانتخابات والذي جاء ب 73 نائب للتيار الصدري في الانتخابات الماضية. برأيك ماذا ستكون ردة فعل السيد الصدر هذه المرة؟ يعني سيدتي دعينا نتحدث عن ردة فعل المواطنين، ردة فعل المتظاهرين، ردة فعل المعتصمين. اليوم في غضب شعبي، واقول ان يعني ان هنالك اتفاقا ما بين جميع التجمعات المجتمعيه والناشطين وثوار تشرين اليوم على هذه المطالب وعلى اجراء تغيير حقيقي في المشهد السياسي او في الخارطه السياسيه العراقيه. بالنتيجه يعني اليوم يعني اقول ان الكتل السياسيه عليها ان تعمل على الاقتراب من
مطالبات المتظاهرين. بالتأكيد المتظاهرون لا يقبلون أن يتم تشكيل أو أن يتم إقرار قانون انتخابي يفصل على أحجام الكتل السياسية التي تريد أن تعيد إنتاجها من خلال هذا القانون. وبالتالي أيضا مسألة الحكومة القادمة، الحكومة المؤقتة التي تذهب إلى تشكيل أو إلى التهيئة والإعداد إلى الانتخابات، يجب أن تكون حكومة مستقلة بعيدة عن التيار وبعيدة عن الإطار. وبالتالي يعني إذا كان الإطار هو من ينتج هذه الحكومة، كيف يمكن للقواعد الشعبية للمواطنين للناخبين أن تثق أن هذه الحكومة سوف تعمل على توفير بيئة انتخابية آمنة؟ كيف من الممكن أن تكون هذه الحكومة قادرة على إقناع الأغلبية الصامتة الممتنعة عن الذهاب إلى الانتخابات على العودة إلى الانتخابات؟ وبالتالي يعني أي حكومة من الممكن أن تطرح من قبل الإطار التنسيقي هي حكومة غير مقبولة، مرفوضة شعبيا، مرفوضة من المتظاهرين. وبالتالي الكتل السياسية عليها أن تعمل اليوم على اختيار شخصية مستقلة غير تابعة للتيار وغير تابعة للإطار، وقادر على تشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على توفير بيئة آمنة للذهاب إلى الانتخابات. نعم، على الأقل حتى تتجدد الثقة يعني بين الشارع والحكومة والقوى السياسية. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي.